لان ده طبعا مستورد من بره. احنا بندخله في المحمصه زي ما انتم شايفين المحمصه، بيدخل فيها البن وبيتحمص على النار وبينزل لنا. احنا بنستعمله في المكن في الطحن وبنطحنه وبنخرجه للزبون على حسب طلبه. تمام. قول لي بقى ايه، انا شايف يعني ايه 1 2 3 4 يمكن حوالي 6 8 9 تمام انواع مكتوبه، هتقول لي ايه الفرق بين الساده والمحوج والعربي؟ طبعا الساده ده بيبقى توليفه البن نفسها من غير اي تحويجه خالص. التحويجه دي بتبقى عباره عن حبهان، دي تحويجه خفيفه بتاعت عامه الشعب. في ناس بتيجي تطلب تحويجه مخصوصه بتبقى بقى فيها جوز الطيب، مستكه، بيبقى فيها زعفران وكده، بتبقى تحويجه عاليه للناس اللي هي كيفه الفنجان القهوه المحوج. انا طلبت كيلو ساده فاتح وتمن سبيشيان. السبيشيان او بيفرق عن البن الساده، في ناس بتحب المحوج اكتر. السبيشال ده اللي هو ايه بقى؟ السبيشال عباره عن كولومبي وحبشي واندونيسي وبرازيلي. دي توليفه وبيتحوج بقى على حسب التحويجه اللي الزبون عايزها او على حسب تحويجتي انا. وغير كده في منه بتشتغل ساده عادي، بتبقى توليفه البن نفسها. العربي ده طبعا بيبقى بن اخضر، بيبقى بن اخضر بياخد درجه سوى معينه وبيتحط عليه حبهان ويبقى مجروش مش مطحون قوي. اليمني ده حاجة خارقة، دي طبعا فنجان قهوة نضيف مظبوط والوش بتاعه بيبقى خفيف وبيبقى ممرر سنة للناس اللي هي لسه بتبدأ تشربه. في زبون متعود على المكان ومتعود على الطلب اللي هو جاي ياخده. في ناس بتحبه سادة، في ناس بتحبه سادة غامق، في ناس بتحبه محروق. وفي زبون بيجي ما يكونش عارف هو عايز ايه بالظبط، فانا بقنعه بالحاجه الحلوه عشان ياخدها ويشربها بعد كده، بيفضل ماشي عليها الفتره اللي هو عايز يشرب فيها قهوه على طول. القهوجيه في طبعا قهوجي معود الزبون بتاعه على بن ساده، وفي قهوجي بيبقى معوده على محول. المحوج طبعا الخفيف، القهوجي مش هياخد المحوج التقيل عشان سعر البن وجوده البن التقيل طبعا تبقى احسن، اللي هو السبيشال بتبقى مكونه من توليفه جميله. اما المحوج العادي بيبقى عباره عن حبهان بس. الشعب المصري طبعا يعتمد على القهوه صباحه، لازم كل يوم فنجان قهوه. 99% من الشعب المصري بيشرب قهوه الصبح بعد ما يصحى كده على طول على الريق. كمان الاسعار بتاعت البن عامله ايه دلوقتي؟ لا طبعا في زياده كبيره يعني، كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبل، وده نتيجه ارتفاع في الدولار يعني ارتفاع وانخفاض في الدولار وكده، بتذبذب بقى الاسعار بارتفاع لا هي النسبه بس يعني، اللي كان بياخد 2 كيلو ولا ياخد اقل او كده، بس احنا كمحل هنا لينا اسمنا يعني، فمحافظين على نسبه البيع بتاعتنا.